في فصل الشتاء في بعض البلدان يكون ثلج متساقط كثير ومطر وبرد شديد، فتلاقي بعض الناس يا إما يجلس في البيت قدام الدفايات قدام الشاشات ماسك الشاشات ومنتظر حتى ينتهي فصل الشتاء، وفي ناس لا تطلع بتمرح وبتلعب وبتسوي من الثلج تماثيل وتلعب فيه وترمي على بعضها وتتزلج. أوكي، بعضهم بيستفيد من الوضع بيبيع للناس احتياجاتهم لأنهم جالسة في البيوت. نفس الوقت نحن الآن بنواجه شتاء اقتصادي، أزمات متلاحقة، أزمات اقتصادية، أزمة كورونا عمقت هذا الكساد الاقتصادي، فهناك أشخاص منتظرين حتى تنتهي الموجة رقم 12 ويرجعوا إلى أعمالهم التقليدية، وفي ناس انتقلت انتقال قوي إلى السوق الرقمي، انتقلوا صار في عندهم تحول رقمي في أعمالهم، إذا لم يستطيعوا بشكل كامل التحول الإلكتروني على الأقل استخدموا بعض الأدوات الإلكترونية والأدوات الرقمية لانتقال أعمالهم إلى آفاق أوسع.